أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. نقف اليوم أو في هذه الحلقة على ثلاثة مواضيع أثارت انتباهنا. الموضوع الأول يتعلق بسجن سكينة كلامور ومن معها، والموضوع الثاني شهرة الفنانة نيلي الكريم وكيف تتعامل معها، والموضوع الثالث كيف أراد الباحث أحمد عبد ماهر تصحيح كتاب البخاري. في البداية، قضت محكمة بمراكش بإدانة ثلاثة متهمين في قضية ما بات يعرف بحمزة مونديلي، وهم سكينة كلامور وسيمو ظهير وكذلك عدنان الساكن بالسجن سنتين نافذة لكل واحد منهما مع غرامات مالية. السؤال، أشنو هو الدرس المستخلص من سجن سكينة كلامور؟ كنعرفو جميع أنها حققت شهرة لا بأس بها عبر منصة اليوتيوب، وكذلك كان لها وضع مالي مريح جدا، لكنها لم تفهم معنى الشهرة والحفاظ عليها، لأن الشهرة ماشي هي التصاور، ولكن الشهرة تعني التواضع وتعني تقديم المساعدة للآخرين دون السقوط في فخ التعالي والغطرسة والانتقام من الآخرين. والشهرة تعني كذلك يعني أن الإنسان المشهور يجب أن يكون يقدم القدوة للآخرين، وأن يكون أول من يحترم القانون قولا وفعلا ليس مجرد كلام وصفي، بمعنى أن الشهرة يجب أن تلزم صاحبها بالكثير من الحيطة والحذر وكذلك المشورة، وأن يكون قدوة للآخرين ويقدم أفعال الخير والمساعدة يعني في جميع الأوقات أو على قدر المستطاع. نسوق هنا تجربة الفنانة المصرية نيلي كريم بمناسبة تكريمها مؤخرا بمهرجان أسوان لأفلام المرأة. هذه الفنانة قالت بثقة كبيرة واعتزاز رغم شهرتها أنها لن تظل نجمة للأبد، وأن الأدوار المسندة إليها ستتغير بين الحين والآخر، وقالت لهم غاديش نبقى نجمة دائما إلى الأبد. المستشف من كلامها هو وعيها الكبير أولا كفنانة مشهورة، ثم تواضعها وحبها لجمهورها الذي وصفته بأنه متفرج ذكي، ثم العامل الأساسي نظرتها لهذه الشهرة على أنها مؤقتة وأن العمر يجري، وكذلك الجمال مع متغيرات العمر والمتغيرات التي تحيط بنا. ننتقل إلى الموضوع الثالث، الباحث أحمد عبد ماهر أول من هاجم صحيح البخاري وكذب معظمه، بل وطالب بتغيير مناهج الأزهر ورفع ثلاث دعاوي وقضايا ضد الأزهر، وقال بأن هذه المناهج سبب انتشار التطرف في مصر وفي العالم العربي والعالم. وقال الباحث رفعت على الأزهر ثلاث دعاوي قضائية بترقية صحيح البخاري أو بمعنى أدق إلغائه وكتابة صحيح آخر يكتبه علماء السنة،
انتهى كلام الباحث أحمد عبد ماهر. المعطى من هذا الحديث عن هذا الباحث أننا قد نتفق معه وقد نختلف معه، ولكن يجب أن تظل أبواب الاجتهاد مفتوحة، أولا كتمرين ذهني بالاستخدام الجيد للعقل، وأن يكون هذا الاجتهاد مصاحبا بالأسئلة وبالنقد وبالتراكم المعرفي وبالتجربة كذلك، والاحتكام إلى المنطق العقلاني دون الانسياق وراء العواطف الجياشة. نأتي على نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الله الساورة، شكرا لطيب المتابعة وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.